أعماش هذا كلام مبارتان مباح، لأن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حديكوا هجاك صلاة فسخي ودن ودافي دأك الصلاة هو وقوق روح بدنو لن يرد وقوف فرعونو حمد وامعي هذه صلاة هذا هجاك سنتا صلاة دي بمنوت توصل وحكى لمان هاينا أو عبادة أو الله بري كل حجة يتمي. إذن أمة مركي ساعة هاي الله وادو لينا الله وادو لينا وحو كرد يقادك كو وقوليتو صرت الله وحزي الله أهمالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله وحزي حدد الله حرير كسي حوجن وقد لينا فإن له معيشة ضنكا إيمان كسنا لو قباهن أو آدي حلس أو أي صومرين دكي نقسري الله قرآن كيسا تصال أبو سمينا يا مؤمنين تنبيك وقت كيسجري ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ابن مسعود يحر آيدا صدح سنة إسلام أهل مركي سود قليس الله ليه ألم يأني للذين آمنوا أصحابك ليه ميسا أدوان أي قار مؤمنين تي نبي تبكي كراعي ولم أدوان المقارب ألم يأني للذين آمنوا إيمانا لو شيخوا يا هدنا مؤمنين تا أو الله الرمي أديك كسو راعي يا محمد ولم أدوان المياه أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلب يضوض إني أخشوعه إله ذكري كيس أي أخشوعان الله إسود ديبان ولم أقارب إيماننا ولو شيخوا أنا كمالينا إيمان كصحاب أيوه إيمان لها اللعنة أنا نويا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلبي قوض الله ذكري كيسي إنه أخشوع ولا مقارن أو هير خشوع مقارن وما نزل من الحق إي وحي صدق حقا إنه قلبي قوض أخشوع ولا مقارن مياه سبحان الله برك أنيكي هذيك سفينة أباهن داوان أباهن هاي أبتيتك إيمان كان بحيرا سان كفور له فليضان على غفرة كتابك الله لا دغيستا لو فرتا سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو فرى الهي حسكي سود بدس مركا كليغا غتا ايميل سوت ايا لو فرى ابتيتك ايمانك وان ايمانك غا او غارا وحول بو ان كدورتي اصحاب قمر يا ابي اهايه حشيش مان قمر يا ابي جرين اشومه او جرين والله مدينه اشومه وبيها لو شبتو قمر او جري أنس بن مالك قلت لي هاي ما لنا أيضا مجلس خمر لفديه مؤمنين وايه مركز عابد مجلس خمر لفديه قريق أبا طلحة ومسلين قريق خمر قال لفديه واكن كوحديسي لن مالقبين وها شاطر أهدتك وإسوه كيني جري مجلس كي خمر قال لفديه خمر قال شوشبت ولا عبويا خمر قال مدة سكهر آيادة سودة دقن آيه قمرقة هي خماركة وحفي عن ماءها نفعي قوضة نبكو ذا كوين والله سربيبا سلمركي جوجي لمرني إيمان قوضي أي على لبيك سنة لأن دين تان ترتيبي قصو دكت هل مر مسوو ذا دقن كان دافا كان دافا كان يالا ملني ورتكو الله لقد دعيه دكي على بري سدح يتغن سنة مكي انت لجوه الله لا قبوحي قلبي قد جعل كيس إدارة آخرة فدي قمري قصاص لو فدي آيات دي وحا سود دي قمري لقو ممنوع آيه لكن إيمانا كبوحا سعابة لكن ولي قمري ما لقريب نينا يمد بحاد ورئيسان ميا قمري ما انتوى على الرئيب رسولك صلى الله عليه وسلم آيات دانا قصو دي قمري قريب الله دها فهل أنتم منتهون مدافسا قمري ماذا فكرت آيات دي وكو أقريي والله أنا سلوح لي هاي كو بكيري قصانو قوة دي كو أشب ميد هافي عمر يسي
ku hadda loogu shubayay ayada markuu aqriyay isla markii waxay dhahdeen intahayna yaa rab intahayna allah waan dhaafnay waan dhaafnay wallaahi kii afka u wada madhin kistan shakeetigaana dhammaysana xataa madhin wasoo wuxuu yihi magaalada madiina sida ceeb wabi camal khamraa qulqulaysa guri kasta laga soo daadiyay iimaanka saxaabta heerkuu gaarsiisnaa jaceylka ilaahay markuu shay yidhaahdo dhaafa way dhaafayeen وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما أهان من المؤمنة إيقف دمر مؤمنة الله إي رسول كسدي أمر قويان إن أيقى الدورة شكل ديبتا ويرادا أنا قصاني ملتا ميليكا أنا قوحانا لغلأي وارتمها جر وإي كيسي إلهي دادو جعلي wax kale maa dhaafi kartaa salaadan ilaaha magu wado waa fiican tahay laakiin waxaad ogaataa haddaad ahayn salaadii nabi muxamed sal allahu calayhi wasalam madax bilaashuu ku madoobaanaya bilaashaad biyaha uga dhammaynaysaa masaajidka wax lagaa aqbalaya ma leh waxaad ku garan kartaa isbeddelka kugu dhacooyo haddaad isbeddel qaadi weyse salaadaada ma ansaxayso iimaan aan ku dhaafna wixii la dhaho ma fiicna saan waa inaan gaarnaa casiyat binti mazaaxim fircoon xaaskaysii nolosha ay ku jirtay wax la qiyaasi kara ma ahan fircoonaa qabay dumarkuu ka doortay sidee u qadarin karaa jaceylku u qabay iyo siduu u maamuusayay gabadhaas intee shaqaalay lahayd bani israa'iil gabdhahooda u shaqaynayeen ruud iyo cambaray ku istaagaysay guryaheeda sariirteeda alaabteedii dahabay ahay siduu fircoon u jeclaa laakiin alla iyo rasuulkiisay rumaysay muusay rumaysay calayhi salaam iimaanay qaadatay aasiya binti muzaaxib waxay ogaatay alla maahan cid kale inuusan ilaah ahayn ninkeeda ilaahnimada uu sheeganay baatil inuu yahay fircoonna qofku ka maqlo ilaah ma tihid maxaa lay dhalayaa kaa imaanay maxaaba lay dhalay lay uumay suguu ciqaabo jiray wa fircawna dil awtaad sida maqaar camal u wari jirt dadka uu ciqaabi jiray ayadoo og aasiya iimaanay qaadatay fircoon waa ogaaday inay alla rumaysay wayna u caddaysay hortiis ka noqo yidhi mayay tiri war nimcadaana ku gefi doontaa nimcada allah ka weynay tiri allah anigii adiga mid kana abuurtay ya rabbi noo ah gabadhii tixsiga laga ilaalinayay askartii wax ciqaabaysaya gacanta loo geliy la yidhi ka shaqaysanaata hadday diidda nimcada nimcadaas ayay ka dooratay aasiya ciqaab iyadoo luulkaasi dahabkaasi cambarkaasi cuudkaas ku dhex jirtay waxay dooratay banaanka saynaa in lagu xirxiro lagu waro dharkeeda ku go'go'o dhiiggeedii ku xarkago la ciqaabo zamankaasay dhacday laakiin allah noo sheegay ammaanteedii ilaa qiyaamu saacana waa la aqrin doonaa jalla wacalaa kitaabkiisa dhexdiisa wa daraba allahu mathalan liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljannati wanajjinii min fircawn wanajjini min alqowmi aldaalimiin allah saasuu yidhi wa daraba allahu mathalan allah tusaaluu u yeelay liladiina aamanuu mu'miniinta ay ku cibro qaataan imra'ata fircawn fircoon xaaskiisu alla mathaal uga dhigay mu'miniinta ay ku cibro qaataan id waqti qaalad ay tiri ciqaabta markay ku socotay wa la ciqaabay banaanka ku xirxiran tahay dadkii la addoonsanaya bani israa'iil dhinacooda ay ku xiran tahay oo iimaan ka qaateen ayadoo